بسم الله. في المرة اللي فاتت كنا قطعنا شوط في الالايمنت، وكنا تقريبا خلصنا من الالايمنت بتاعنا، عرفنا ازاي نعدله، ازاي نظهر كتاباته، ازاي نظهر الليبلز بتاعته، ازاي كمان نعدل في البروبرتس بتاعة الخط، وازاي ننوع في الستايلز ما بين مين اكتر من الله ساعة الكلام ده. النهارده بقى اخر حاجة بقى لنا في الالايمنت ده، هو عمل مين؟ عمل السوبر اليفيجن للطريق بتاعه. ايه السوبر اليفيجن بتاع الطريق ده يا هندسه؟ لو رحنا كده سريعا للاشتو صفحه 223 على البي دي اف، هتلاقي الراجل بيقول لي ان السوبر اليفيجن ده هو عباره عن عمليه بيتم فيها مين؟ تحويل القطاع بتاع الطريق بتاعي من النورمال كراون في المناطق الستريت، بيوصله مين للفول سوبر اليفيجن فين؟ في مناطق الهورزونتال كيرف. الموضوع ده علشان نبدا نقلب القطاع بتاع الطريق ونحوله من نورمال كراون ونوصله فول سوبر الافيشن، بحوله على طول معين. الطول ده الاشتو بيقسمه لكام جزء؟ جزئين، حاجه اسمها الران اوف وحاجه اسمها الايه؟ الران اوت. فبتبقى مهمتنا في هذا الجزء ان احنا ازاي هنحسب مين؟ طول الران اوف، وازاي هنحسب طول الران اوت. علشان نحسب الران اوف اللي هو ال ار بتاع المنحنى بتاعي، قدامي طريق من اثنين، يا اما هستخدم القوانين بتاعه الاشتو اللي هي مدرجه داخل مين؟ السيفل، او استخدم الجداول بتاعه البرنامج. خلي بالنا ان برنامج السيفل 3 دي لما هيعرف الصور اللي فيش هنعرفه ديبند على الاشتو كاركتر، يعني بناء على هذه القوانين. فانا علشان ابدا احسب ال ار واحسب ال تي، هبدا انتقل للقوانين بتاعه البرنامج. القوانين اللي انت من خلالها تحسب ال ار وال تي، ده كده القانون بتاع ال تي هنجي له بعد دقيقتين. نحسب بس ال ار الاول اللي هو الران اوف، وده هتلاقيه في، طبعا انا راجل عمال بشرح لك في السوبر اليفيجن وايه هي الكاركتيريا بتاعته وايه هي المحددات اللي انا بشتغل عليها، لكن سيادتك علشان تحسب ال ار ده الجداول بتاعته، طبعا برضو هنرجع لها بعد دقيقتين. وده القانون او القانون اللي من خلاله هتحسب ال ار بتاعك يا باشمهندس اللي هو الران اوف، هو هذا القانون. يبقى القانون اللي من خلاله هنقدر نحسب ال ار بيقول لنا ايه بقى؟ ان ال ار اللي هو الران اوف بتاع السوبر اليفيشن بيساوي حاجه اسمها دبليو في ال ان، دبليو اللي هو عرض الحاره، وال ان اللي هي عدد الروتيتد لينز، طبعا الكلام ده الراجل شرحه لك تفصيلا. في الاي دي ده عباره عن معامل للتعديل بتاع الديزاين سوبر اليفيشن ريت اللي هو سوري، ده عباره عن السوبر اليفيشن ريت بتاعك اللي هي الاي اللي انت بتصمم عليها، والبي دبليو ده عباره عن معامل للتعديل بتاع الويدز بتاع الطريق بتاعك. الدلتا حاجه اسمها الجراديشن بيرسنت او الريت اوف جراديشن، اللي هي عباره عن النسبه او المعدل الراجل هيغير بيه مين؟ السوبر اليفيشن، معدل الراجل هيرفع بيه الحافه الخارجيه بتاعت المنحنى بتاعك. خلي بالك انا ايه اللي خلاه الراجل يحول القطاع من هنا لهنا؟ ان انا عايز احول السوبر اليفيشن. طب علشان ابدا اغير ارفع الحاره دي، يا ترى يهمني ان الحاره دي تترفع بريت قليل ولا بريت عالي؟ لا بريت قليل. قليل، فالريت ده اللي بيتحكم فيه هو مين؟ الدلتا بتاعتك. فالدلتا هي عباره عن المعدل بتاع التغير بتاع مين؟ الحافه الخارجيه بتاعتك. تمام؟ طيب انا دلوقتي عايز ابدا احسب. خلي بالك القانون ده هو نفس القانون ده، بس الاختلاف اليونتس، هنا بشغال بالمتريك وهنا شغال بمين؟ باليونتس. انا شغال على مين دايما؟ تمام. على المتريك يونتس. طيب مين الدبليو يا عم؟ هتلاقي الراجل قالها لك ايه؟ ان الدبليو ده عباره عن الويدث بتاع الترافيك لين، هو عباره عن عرض الايه؟ الحاره العاديه، واللي هو تيبيكال بيبقى كام؟ طب الان؟ قال لك الان عباره عن النمبر اوف روتيتد لينز، عدد الحارات اللي هتدور حوالين الايدج اللي انت هتثبتها. طب اجيبها منين دي؟ الراجل تحت بيدي لك مثال تفصيلي لازاي تحسب النمبر اوف روتيتد لينز اللي هي عدد الحارات اللي بتدور. تمام. طبعا الراجل بيقصد بعدد الحارات اللي بتدور، عدد الحارات اللي بتدور حركه منتظمه حوالين مين؟ حوالين السنتر لاين بتاعك او حوالين الايدج اللي انت مثبتها. طيب فالراجل بيدي لك مثال كده، لو انت هتثبت السنتر لاين بتاع الطريق، والطريق بتاعك هيبقى عباره عن دبل لين، حارتين، حاره رايح حاره في الاتجاه ده وحاره في الاتجاه ده، يا ترى عدد الحارات اللي هتدور حركه منتظمه حوالين السنتر لاين بتاعك ده هتبقى كام حاره؟ وان لين، حاره واحده بس. خلي بالك انا عندي الحاره الخارجيه بتدور والحاره الداخليه بتدور حركه منتظمه، يبقى انا الحركه بتاعتي هتبقى جايه لي منين في الاخر؟ حاره حوالين السنتر لاين اللي انت ايه اللي انت مثبته ده، يبقى السنتر لاين هيدور حواليه حاره يمين وحاره ايه؟ شمال. طيب برضه نفس الكلام، لو انا عندي الطريق في يبقى في مناطق الستريت نورمال كراون ومثبت السنتر لاين هيبقى حاره، طب لو انا عندي الطريق هيبقى بلانر، يعني الطريق كله هيبقى مايل في اتجاه واحد، وبرضه هتدور حوالين مين؟ السنتر لاين، هيبقى برضه ايه؟ وان لين. اذا لو انا عندي الطريق كله حارتين
وهثبت السنتر لاين هيبقى ال ان بكام؟ اللي هي النمبر اوف روتيت اللي هيدخل جار قانون بواحد. طب لو انا عندي الطريق كله هيبقى اربع حارات، يعني حارتين رايح وحارتين جاي، وهثبت مين؟ سنتر لاين اثنين، هيبقى عندي تو لين روتيت ثلاثة. طيب لو انا عندي الطريق برضه في ست حارات، ست حارات ثلاثة يمين وثلاثة شمال، يبقى انت هتشتغل ايه؟ هتشتغل على 3 لين روتيت. طبعا احنا كل الطرق بتاعتنا ايه؟ نورمال كراون، البلان ده ما بنشتغلش عليه. فانا عندي الطريق بتاعي، طب انا عندي في النهاية لو عندي الطريق كله تو لين على التو واي، يبقى الان بتاعتنا هتساوي كام يا هندسه؟ واحد. طب لو الطريق بتاعي 4 لين الان بتاعتنا هتساوي كام؟ طب لو الطريق بتاعي هيبقى 6 لين هيبقى الان بتاعتنا بتساوي كام؟ 3. ده الحاجه المهمه جدا بناء على. يبقى انا كده الحمد لله قدرت اطلع مين؟ الان دبليو والان الاي. ده معامل السوبر ريفيجن ريت اللي انت هتشتغل عليه 6% 4%، يبقى ده ما فيهاش ايه؟ خلاف. امال مين البي دبليو ده؟ قال لك البي دبليو ده عباره عن معامل تعديل بيتوقف على النمبر اوف روتيتد لين. وبتجيبه منين؟ بجيبه من هذا التيبل. شايف الجدول اللي عندك ده؟ لو انت عندك الان بواحد بيبقى البي دبليو المقابل لها بكام؟ واحد. لو عندك الان باثنين بيبقى البي دبليو بتاعك بكام؟ 5%. لو عندك الان بثلاثه يبقى البي دبليو بكام؟ 0.67. في مشاكل؟ البي دبليو اللي هو ايه؟ البي دبليو اللي هو معامل التعديل بتاع النمبر اوف لينز، اللي هو البي دبليو اللي انت هتستخدمها في القانون بتاعك. الدلتا ده عباره عن مين؟ معدل التغير بتاع الميل. طب اجيبه منين ده؟ هتلاقيها يا باشمهندس الجدول بتاع 3-15 اللي هو في فوقك على طول، ده عباره عن مين؟ القيم بتاع الدلتا اللي هي الماكسيمم ريلاتيف جريدينت. طيب وبجيبها ديبند على مين؟ بناء على الديزاين سبيد هتقدر مباشره تطلع مين؟ تمام، اطلع قيمه الدلتا. وليكن عندي ديزاين سبيد مثلا ب 100، يبقى الدلتا بتاعتك هتبقى بكام؟ 0.44. لو عندي السرعه ب 120 هتبقى بوينت كام؟ 0.38. اذا هل في عندك مشكله انك تدخل القانون ده وتطلع ال ار؟ لا. يبقى الحمد لله انا اقدر اطلع اول جزء، ده الجزء الكريتيكال فين؟ في السوبر اليفيشن. طيب لو طلعت هذا الجزء هل تقدر بمعلوميته تطلع ال ال تي يا باشمهندس اللي هو الران اوف؟ اتفقنا خلاص ان الطول بتاعي بيتقسم لمين؟ ران اوف وران اوت. انا طلعت الران اوف، هل تقدر تطلع الران اوت؟ اقدر اطلعه. النسبه دي الله ينور عليك، النسبه دي كام بقى؟ خلي بالك ده الراجل قال لك بدل ما كل مره ادخلك القوانين وتطلع ال ال ار بتاعك، انا هدي لك مجموعه من التيبلز اللي من خلالها تقدر تطلع لي مين على طول. وتخلي بالك دي الجداول المدرجه فين؟ في السيفل 3 دي. يعني السيفل 3 دي يا باشمهندس راح واخد الجداول دي وراح حاططها جواه بحيث ان هو ايه هيشتغل عليها مباشره. ومن هنا هتظهر معانا مشكله كبيره جدا. ليه؟ لانك لو جيت تبص على التيبلز اللي عندك دي هتلاقي الراجل هيسالك على مين؟ هيسالك مبدئيا على الديزاين سبيد، السرعه اللي انت هتصمم عليها. تمام. وليكن يا عم انا هصمم على سرعه 100. بعدها تحت هتلاقيه بيسالك على النمبر اوف روتيتد لين، عدد الحركات اللي بتدور. هتلاقي الراجل شغال على مين؟ على 1 اور 2 روتيتد لين او 2 روتيتد لين. خلي بالك ال 1 روتيتد لين دي جايه لك منين؟ من الطريق التو لين اللي هو الطريق اللي هنلوح حارتين. وال 2 روتيتد جايه لك من 4 لين. طب لو انا عندي الطريق 6 حارات المفروض الان تبقى بكام؟ الان 3. طب هل في هنا ان ب 3؟ لا. اذا من هنا هتتخلق لك بقى مشكله كبيره جدا. ايه هي؟ ان برنامج السيفل لما خد التيبل ده، التيبل ده فيه كام حاره؟ اتنين بس. حاره روتيتد حارتين روتيتد، يعني شغال على اقصى حاجه ان اتنين، ان بتساوي اتنين. يعني الطريق بتاعك يبقى كام حاره؟ اربع حارات. طب لو انا هبصمم طريق ست حارات هل ينفع استخدم التيبل ده؟ فلا. اعمل ايه ساعتها؟ لازم ارجع للقانون احسب انا بايدي مين؟ الان ال ار اللي هو الران اوف بتاعك ده للثلاث حارات، وبعديها ابدا ادخلها لمين؟ لبرنامج السيفل 3 دي. اذا البرنامج بتاعك فيه مشكله في السوبر الفيشن؟ فيه مشكله. هنجيب الان ونعوض بقى في القانون اللي فوق. القانون اللي فوق وتبدا تطلع ال ار، وبعدها بروح ادخلها لبرنامج ال ار اللي هو يساوي الران اوف زائد الران اوت. يا عم ال ار اللي هو الران اوف، ال ار اللي هو الران اوف يا استاذ. ال ار خلاص خلاص ماشي. طيب يبقى ال ار هبدا اطلعه يا اما من القانون يا اما من الجدول، بس خلي بالك ان الجدول ده ال 1 او 2 روتيتد لين، والروتيتد لينز بتاعتك دي زي ما اتفقنا جايه لك من النمبر اوف لين. علشان كده من البدايه ان برنامج السيفل 3 دي لما هخليه يطبق اوتوماتيك في السوبر اليفيشن فقط هو بيتوقف على اقصى حته 2 روتيتد اللي هي الجدول بتاع الكام حاره؟ الاربع حاره. طب جميل جدا. طيب طبعا انت بناء على قيمه السرعه وبناء على قيمه النمبر اوف روتيتد لين، بعدها يا باشمهندس هتلاقي الراجل بيطلع لك مين؟ الراجل بيبدا يسالك على قيمه السوبر اليفيشن، وليكن بسته مثلا، تلاقي نفسك بتخش تطلع مين يا هندسه؟ تمام. يعني وليكن السوبر اليفيشن بتاعي بسته. تمام تمام. انا عايز بس اخد قيم ايه؟ صحيحه. انا عايز اخد بس القيمه عند 6% كده.
قول لي يا باشمهندس عند ال 6% ليه السرعه 100 و 2 روتيتد لين المفروض اللينس بتاعك ده يبقى بكام؟ 79 متر. تمام. يبقى انا بناء على السرعه وبناء على النمبر اوف روتيتد لين وبناء على قيمه السوبر اليفيشن ريت اقدر اخش واطلع مين؟ 79. انا لما اجي ادخل للسيمبل 3 دي هو هيطلب مني السرعه. سوري عند السرعه 100 ب 74 سوري ده كانت عند ال 110 وعند ال 100 كام؟ 74. انا لما اجي ادخل لبرنامج السيفل 3 دي هيسالنا على السرعه اوريدي عنده انا مديله الطريق بتاعه لكن سرعته 120 صح تمام. وهيسالك على قيمه السوبر اليفيشن انت اوريدي مديها له صح بعدها هيسالك على مين بقى على التيبل بتاع الليمز يبقى الجديد اللي هيسالنا عنه في السوبر اليفيشن التيبل هيقول لك هو الطريق بتاعك 2 لين ولا 4 لين تمام وطبعا مش هتلاقي لا 6 ولا 7 هيلاقي يمين اقصى حاجه 2 2 لين يساوي 2 4 لا هتلاقي بيهو بيسألك على العدد الحرارات بتاعت الطريق فيقول لك اخش الجدول بتاع عنه طريق الطريق الحارتين ولا الطريق الايه الاربع حرارات لو قلت له الطريق الحارتين معناه انك بتشتغل على كام لين روتيتد على الايه ان يساوي 2 لين بالظبط معناها ان بيساوي 1 بعدها يطلع لك لو قلت له الطريق بتاع اربع حرارات معناه انه يشتغل على 2 لين روتيتد ويطلع لك اللينس بتاعك وليكن بكام بس ده 110 يطلعه لك كام وليكن 85 ماشي ده ال 120 ماشي 85 و 57 ماشي يا ريس تمام طيب طبعا هو بيكمل لك نفس الجدول بس بيكمل لك فين في الحالات السوبر اليفيشن الاعلى وده كمان باللونس المختلف يعني ده باليو اس واللي فوق كان بالمتر اذا الجدول ده هو الجدول الايه الاساسي بالنسبه لي وهنرجع له واحنا دلوقتي بنعرف السوبر اليفيشن عشان تطلع بقى ال تي خلي بالك بقى كله كلمين ال ار اللي هو الران اوف طب عشان اطلع الران اوت اللي هو ال تي قال لك ال تي ده بيساوي الاي على الاي دي الاي نورمال كراون على الاي دي في ال ار مين ال ار يا عمي اللي لسه طلع الران اوف طب ومين الاي ان سي اللي هو الميل بتاع الطريق في النورمال كراون اللي هو الكيو يعني تمام. اللي هو ليكن كان الطريق بتاعي مايل في النورمال كراون ب 2% انا عملت بقى في القانون ده هي انا عملت بقى اي دي هي السوبر انفيجن ريت اللي انت عملت بيها ليه الجدول اللي جبتها في الجدول اللي انا دخلت بيها الجدول تمام الاي دي اللي انت دخلت بيها الجدول او اللي دخلت بيها القانون الاي نورمال كراون هو مين ميل الطريق في النورمال كروس اللي هو من الطريق بتاعك يا باشمهندس في النورمال كراون اللي هو الكيو تمام. اللي هو لكم كام سالب 2% الاي بتاع السوبر اليفيشن هو الميل بتاع السوبر اليفيشن اللي هو لكم 6% فلو عارف من الطريق 2 على 6 في ال ار اللي انت لسه جايبه جبت مين ال تي بتاعك اذا مشكلتي مش مع ال تي مشكلتي مع مين ال ار ال ار اللي انا اطلعها من القانون الاولاني او اطلعها من التيبل بتاعه تمام في مشاكل في هذا الكلام طيب ال ار ده انا جبته بطول معين يا ترى اخد منه كام في المية على الستريت وكام في المية على الكيرف احنا ثبتناها ولكن كام 70 30 صح هل هي ثابته لا مش ثابته في الجدول ده اهو الراجل بيدي لك النسبه بتاعت مين النسبه بتاعت الران اوف لوكيشن فور مينيمال فيكل لاترال موشن يعني بيدي لك اللوكيشن بتاع الران اوف بتاعك على طبعا ديبند على نقطه مين البوينت اوف كيرف فتلاقيه يقول لك ايه طبعا هو بيدي لك النسبه اللي على التانجنت اللي هي على الخط المستقيم فيقول لك لو سرعه الطريق بتاعتك من 20 ل 70 كيلو بالساعه وعندك النمبر اوف روتيتد لين حاره اللي هي لان بتاعتك بحاره المفروض اخدها بكام مش ب 70 اخدها بكام ب 80% يعني اخد 80% منه على الخط المستقيم طب لو السرعه بتاعتي من 80 ل 130 اخد كام 70% يبقى ال 70 مناسبه للسرعه بتاعتنا 120 طيب لو انا عندي حارتين دواره قال لك اخد 70 مع 80 اذا النسبه بتاعتنا دي ثابته ولا مش ثابته مش ثابته بناء على السرعه بناء يعني على النمبر اوف روتيتد لين يعني عندك العرض بتاع الحاره زياده شويتين يا حاره واحده بس العرض بتاعها تمام ماشي احنا دايما شغالين يا حاره يا اتنين يا ايه يا تلاته يا تلاته طيب اذا النسبه بتاعتنا دي برده مش ثابته احنا هو بنقول 0.7.3 بس ده مش ثابت بيتغير طبقا لمين طبقا لعدد الحاره في مشكله في هذا الكلام بناء على الكلمتين البسيطين دول هندسه انت جاهز انك تبدا تعرف السوبر اليفيجن على مين تمام انا جاهز ان انا ابدا اعرف السوبر اليفيجن على برنامج السيفل 3 دي طيب هنعرفه ازاي هطلع ليه البرنامج الجميل بتاعنا اللي هو برنامج السيفل 3 دي وهبدا اعرف السوبر اليفيجن بتاعي ازاي يا عمنا طبعا اولا لازم تبقى عارف ان انت ما ينفعش تعرف سوبر اليفيجن اللي على طرق والطرق دي يبقى عليها مين منحنيات تمام يعني ما ينفعش تيجي تقول لي والله على الطريق ده انا عايز اعرف سوبر اليفيجن هو الطريق ده عليه منحنيات اصلا ما بنهرجش صح يبقى انا لازم ابقى عارف ان السوبر اليفيجن ده خاص بالطرق اللي عليها منحنيات فانا اقول لك الطريق ده عليه منحنيات ولا لا عايز ابدا اعرف السوبر اليفيجن بتاعي اعرفه ازاي يا عمي قال لك يا باشمهندس اقف بس كده اختار الالاينمنت خلي بالك بختار مين الالاينمنت اول ما تختار الالاينمنت طبعا ظهرت لي القوائم بتاعته من بينها قائمه رئيسيه اسمها ايه سوبر اليفيشن افتح السوبر اليفيشن ده
هتلاقي في عندك في السوبر اليفيجن دي ثلاث خانات اللي هما مين؟ كالكوليت للسوبر اليفيجن، الفي الفيو تيبل بتاع السوبر اليفيجن، والكرييت سوبر اليفيجن فيو. الكالكوليت سوبر اليفيجن لو انت عايز تعرف السوبر اليفيجن من البدايه، التيبل اللي هي الكاركتيريا بتاعت التعريف اللي هو التيبل او الجدول اللي فيه كل الحاجه، الكرييت الفيو اللي هو الشكل بقى بتاع السوبر اليفيجن اللي هو ايه البروفايل بتاع السوبر اليفيجن. ماشي، انا مبدئيا انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ كالكوليت، عايز اعمل كالكوليت للسوبر اليفيجن. اول ما هتقول كالكوليت للسوبر اليفيجن هيظهر لك شاشه اقول له كالكوليت ناو، هيبدا الراجل يفتح لك حته شاشه بسيطه جدا شايف موضوع السوبر اليفيجن الموضوع المعقد ده. الراجل هيسالك فيه على اربع حاجات بسيطه جدا من خلالها هو يعمل لك مين السوبر اليفيجن. اول اوبشن هيسالك عنه او اول حاجه هيطلبها منك حاجه اسمها ايه؟ الرود واي تايب. يعني الرود واي تايب يعني نوع الطريق اللي سيادتك بتشتغل عليه. هو الطريق بتاعك ده يا باشمهندس هيبقى undivided ولا divided؟ يعني ايه undivided؟ divided يعني يعني الطريق بتاعك هيبقى فيه فاصل في النص، في جزيره في النص، ولا ما فيهوش فاصل في النص الحركه؟ تمام. لو الطريق بتاعك divided هختار divided بتاعه. طب لو الطريق بتاعي undivided هختار مين؟ undivided. انا دلوقتي ولكن هفترض ان الطريق بتاعي مين؟ undivided. طب لو الطريق بتاعك undivided يا ترى هيبقى undivided وcrowned ولا undivided وplanar؟ يعني كراوند في المناطق المستقيمه من هذا الطريق، هل بتاخد الميل بتاعك مال في الاتجاهين ولا بتاخد الطريق بتاعك مال في اتجاه واحد؟ تمام، مال في اتجاهين ولا اتجاه واحد؟ لا اتجاهين طبعا. فانا دايما لو هختار هيبقى الطريق بتاعي لو هو undivided دايما هختاره ايه؟ كراوند. وفي الطريق الطرق divided على حسب، لو الجزيره بتاعتك كبيره قوي بختاره ايه؟ divided وكراوند. يعني الطريق بتاعي يبقى مقسم في جزيره في النص وكل اتجاه يبقى مايل حوالين مين السنتر بتاعه، بس ده في حاله يعني ايه لما يبقى عندي جزيره مثلا فوق ال 20 متر ولا حاجه. لكن لو انا عندي جزيره صغيره دايما بنختاره ايه؟ divided وبلان. انا مبدئيا هختار الطريق بتاعي ولكن مين؟ undivided وكراوند. معاها هيسهلك على البيفت بوينت النقطه اللي سيادتك عايز تثبتها فيه. تمام، سنتر لاين. وليكن سيادتك عايز تدور حوالين سنتر لاين ولا هتدور حوالين الانر ولا الاوتر اللي هي الان سايد اوف كيرف ولا الاوت سايد اوف كيرف اللي هي الاوتر ايج ولا الليفت ولا الرايت؟ السنتر. اولا السنتر انا عارفها صح، والانر والانسايد كيرف اللي هي الانر ايج انا عارفها، والاوتر ايج عارفها برضه انا عارفها. امال مين الليفت والرايت؟ ليفت سايد ورايت سايد اللي هم الحافه اليمين بتاعه الطريق والحافه الشمال بتاعه الطريق. يعني هو في فرق؟ لا، اللي هي الايج برضه بتاعه الاسفلت. امال ايه الفرق ما بين الليفت سايد والانسايد اوف كيرف وما بين الرايت والاوتسايد؟ يعني هل في تشابه ولا مفيش؟ لا مفيش. ليه؟ لانه ولكن في المنحنى اللي قدامك ده يا باشمهندس الانر ايج هي بالنسبه للطريق يمين ولا شمال؟ يمين. لا يمين صح. فبالنسبه لك في الكيرف اللي انا رسمه اللي معايا دوت الرايت ايج عباره عن الانسايد اوف كيرف صح. طب لو رحت مكمل لك ورحت راسم لك منحنى هنا كده هيبقى بالنسبه للمنحنى الثاني ده الرايت يمين أوت. فانت لما تقول الراجل سباك لي الانسايد اوف كيرف بيروح لكل منحنى ويلف حوالين مين؟ على الانسايد بتاعته. طب لو قلت له ثبت لي الرايت هتبقى في منحنيات مين؟ تمام، هيعكس الاوت اوف منحنيات او صح. تمام. فعلشان كده انا دايما ودايما بختار النقطه اللي انا عايز ادور عليها غالبا ما بدور حوالين مين؟ السنتر لاين. يبقى انا في الروت تايب اخترت نوع الطريق واخترت النقطه اللي انا ايه ادور عليها، بعدها بقول له نيكست عشان يسالك على مين؟ تمام، على اللينز الحائط. خلي بالك اول سؤال هيسالك عليه على الحارات دي هي الحارات بتاعتك سيمتريك ولا ان سيمتريك. يعني ايه سيمتريك؟ يعني الحارات متماثله في الاتجاه ده زي الاتجاه ده ولا غير متماثله؟ تمام. لو الحارات متماثله فانت بتقول له سيمتريك، لو الحارات غير متماثله سيمتريك. فانت بتلغي السيمتريك معناه ان الحارات بتاعتي ان سيمتريك. ماشي، انا لازم اقول له الحارات بتاعتي ايه؟ سيمتريك. طب لما الحارات بتاعتك سيمتريك يا باشمهندس يعني معناها ان النص ده هيبقى زيه زي مين؟ زي النص ده بالظبط. طيب لما الحارات بتاعتك سيمتريك يا ترى النص اللي انا فاتحه لك ده هيبقى فيه كام حاره؟ تمام. لو فتحت الاوبشنز بقى هتلاقي الراجل محجمك يا حاره يا اتنين يا اتنين. الله، يعني معناها ان نص الطريق ده هيبقى حاره او حارتين، معناها ان الطريق كله يبقى كام؟ اربع حارات لو اتنين. ايوه، وحارتين لو واحد. طب لو الطريق بتاعك ثلاث حارات ما عندوش الاوبشن ده، اشمعنى؟ احسبه بالايد. اشمعنى؟ الله ينور عليك. عشان هو ايه؟ هو ديبند على التيبلز بتاعته. فانا هقول له وليكن يا عم الطريق بتاعي ناخده حارتين عشان بس نشوف التيبل بتاعنا. يبقى انا افترضت ان الحارات بتاعتنا كام؟ اتنين. عرض الحاره كام يا باشمهندس؟ النورمال لين ويدث بتاعك كام؟ 2.5. العرض بتاع الحاره؟ 3 متر و60. 3 متر و60 انا افترضوا العرض بتاع الحاره. طب الطريق بتاعك وده من اهم ما يكون، الطريق بتاعك في مناطق الاستريت مايل بميل كام؟ وليكن سالب 2%. في مشاكل في الكلام ده؟ لا. يبقى انا اديت له عدد الحارات في الاتجاه بتاعي، اديت له عرض الحاره، واديت له مين كمان؟ الميل بتاعه. وده من اهم ما يكون. بعدها نيكست عشان يسالك على الشولدر.
هو سيادتك هتدور الشولدر في منطقه السوبر انجيشن؟ لا، انا دايما لما بدور بدور الحرارات بتاعته بس، الشولدر ما بيدورش معايا في السوبر انجيشن، فعلشان كده بروح للشولدر ده واقول له ايه نوت كالكوليت، يعني نوت كالكوليت ما تحسبوش، يعني ده مش داخل معايا اصلا فين في السوبر انجيشن. ولو هيدخل هتلاقي الراجل بيسالك على عرض الشولدر والميل بتاع مين، الشولدر العرض بتاع الشولدر ده والميل بتاع الشولدر، انا اقول له ايه لا يا عم ما تحسبوش، مش داخل معايا اصلا في الحسابات. بعدها اقول له ايه نيكست، علشان اخر حاجه يسالك، يسالك بقى على البيانات اللي هيدور من خلالها. البيانات دي اولا هو هيشتغل على بيانات القشط مش مشكلتي، لكن اهم حاجه عند سيادتك هو هيشتغل على جدول بتاع السوبر اليفيشن كامل. السوبر اليفيشن اللي انت بتصمم عليه صممت على انه تيبل، الاربعه ولا السته ولا الثمانيه ولا العشره؟ انا صممت السته، انا صممت على السته في الميه. طب هيسالك على الترانزيشن لينس، الترانزيشن لينس اللي هو طول ال ار اللي هيدور عليه ده، لما يجي يدور عليه يدور عليه في انه جدول، جدول التولين ولا الفور لين؟ لا التولين. اتفقنا، اتفقنا هنا بيسالك على عدد الحارات الكلي بتاع الطريق، واتفقنا ان انا عندي يا اما وان لين روتيتد في حاله مين؟ طريق التولين، وتولين روتيتد في حاله الفور لين. سيادتك دلوقتي هتشتغل على مين؟ الاربعه لين. اه بالظبط، انا خدته حاطين في الاتجاه معناه ان الطريق بتاعي لما يخش يخش فين في الفور لين. هل في 6 و8؟ لا، فاتفقنا ان الراجل ديبند على القشط، والقشط ما فيهوش غير الاربعه. طيب تمام، بعدها هو اوريدي هيعتمد على البيانات بتاعت القشط كام؟ 2001. بعدها بيسالك على البيرسنت اوف تانجنت فور كيرف تانجنت، يعني بيسالك على نسبه ال ار على التانجنت كيرف، يعني النسبه اللي احنا ايه خدناها دي اللي هي النسبه دي تاخدها بكام بقى؟ النسبه اللي هو الطول من ال ار اللي هي 120 ل 80. احنا اتفقنا ان القيمه دي متغيره على حسب الجدول، انا عندي السرعه 120 ففعلا بتبقى حوالي كام؟ حوالي 70%. 70 احنا اتفقنا اهو من الجدول، لو جيت تبص عليها هتلاقي يا باشمهندس انت عندك سرعه كام؟ من 80 ل 120 وعندي 70. اه لا انا عندي تولين روتيت كلامك صحيح، انا خدت تولين روتيت فهي تبقى 80، فانت لو عايز تدخلها ظبطا وربطا كلامك مظبوط هتبقى كام؟ فعلا 80%. طيب بعدها اسالك على البيرسنت على السبايرال، هقول له 100%. ليه؟ لان انا دايما باخد ال اس ومين ال ار، فاكر لما قلت لك ال اس هو ال ار، معناه ان انا هاخد 100% من طول الاس ده لطول مين؟ السبايرال كده. بعدها اقول له فينيش، يبقى انا ببساطه جدا عملت ايه؟ موضوع السوبر ايفيشن سهل جدا اهو، فقط اديت له مين؟ نوع الطريق بتاعي، بعدها اخترت له عدد الحارات في الاتجاه الواحد وعرض الحاره وميل الحاره، بعدها قلت له في الشولدر نوت كالكوليت، بعدها هنا اخترت مين؟ جدول السوبر ايفيشن، الجدول اللي هيخش جواه ويطلع لي مين؟ تمام، يطلع لي مين؟ اللي هي ال ار، قيمه ال ار، بعدها اديت له النسبه بتاعتي على التانجنت كيرف، بعدها قلت له ايه؟ خده لي 100% على السبايرال. اوكي، هتلاقي الراجل بالفعل راح معرف لك السوبر ايفيشن وراح مطلع لي ده كده التيبل بتاع السوبر اليفيشن اللي هو فيه مين. تلاقي الراجل بيقول لك انا عملت ايه في السوبر اليفيشن ده، بيقول لك بص يا عم انا بالنسبه لي انا عندي مجموعه من الكيرفات، اول كيرف اللي هو كيرف واحد اللي هو اول كيرف على المحل، عندك كيرف واحد وكيرف اثنين وكيرف كام؟ ثلاثه وكيرف ثلاثه، عندي ثلاث كيرفات. هل الكلام ده صح ولا لا؟ اه تمام صح طبعا. بالنسبه للكيرف الاولاني هتلاقيه دايما لكل كيرف عندك المدخل زي ما اتفقنا ومين؟ والمخرج. والمخرج فتلاقيه يقول لك ايه انا جاي من الطريق في الاتجاه ده، اول حاجه بيبدا بها بيبدا بمين؟ تمام، بالال تي، الال تي بتاع المدخل، بعدها الال ار بتاع المدخل، بعدها الال ار بتاع المخرج، ثم الال تي بتاع مين؟ تمام. بص كده هتلاقي على المنحنى بتاعك ادالك بالران اوت اللي هو الال تي بتاع المدخل. تمام. يقول لك انا حسبته بكام؟ بسم الله ما شاء الله 28 متر. جابها منين دي؟ تمام، من الجداول. هو جابها من ده قانون مناسب للجداول. طيب بعدها يحسب لك مين؟ الران اوف، وحسبه بكام ده؟ تمام 85 متر. جابها منين ال 85 متر دي بقى؟ من الجداول. جابها من الجداول. طب الجداول دي جابها من القشط ولا من الجداول اللي موجوده جوه البرنامج؟ طب هي فين؟ هل ممكن نشوفها؟ اه ممكن نشوفها طبعا، هنطلعها دلوقتي حالا مع بعض. طيب بعدها راح لمين؟ للمخرج، والمخرج يبدا معاه مين؟ بالران اوف، ويقول لك برده 85، ثم الران اوت كام؟ 28، وما الى ذلك لمين؟ تمام، للباقي لكل منحنى من المنحنيات اللي عندك. طب جميل جدا يا عم، والله تشكر وراجل محترم وابن ناس كويسين. فين بقى السوبر اليفيشن بتاعك يا باشمهندس؟ انا دلوقتي خلصت صح؟ اه تمام. فين بقى السوبر اليفيشن بتاعي؟ خلينا بس نروح للمنحنى كده تاني عشان ايه الدنيا تظهر معانا اوضح، لان السوبر اليفيشن اللي هناك او الطريق المنحنى اللي هناك قريب من البدايه بتاعت الطريق. انا دلوقتي عرفت السوبر اليفيشن صح؟ الحمد تمام. لله، واديت له البيانات والراجل بالفعل عرف السوبر اليفيشن. ايه الجديد اللي عندي؟ هل الراجل عرف ولا ما عرفش؟ عرف يا باشمهندس الراجل السوبر اليفيشن. طب والسوبر اليفيشن ده لو انا عايز ابص عليه على الالاينمنت ابص عليه ازاي؟ فاكر من الليبلز بتاعتنا هندسه؟ تمام، يعني نضيف السوبر اليفيشن
الفيجن. السوبر الفيجن ده من حقك تظهره على البلان، هو الريد ظاهر اهوت بشكل، بس الشكل ده غير معبر، فعلشان كده لو انا عايز اتعامل معاه بختار الالاينمنت ثم بروح للايديت ليبل ثم بروح للاد اند ايديت سيشن ليبل. لو انت فاكر كان في كتابه اسمها ايه؟ 1 ل 1000 السوبر الفيجن. طبعا انا بظهر هنا 1 ل 1000. كان في عندك كتابه هنا اسمها ايه؟ السوبر الفيجن كريتيكال بوينت. كنت قلت لك واحنا بنشتغل انا ما عنديش سوبر الفيجن فما ظهرتهاش، لكن دلوقتي انا عرفت سوبر الفيجن ولا لا. فعلشان كده انا بختار اقول له يا عم انا عايزك تظهر لي السوبر الفيجن كريتيكال بوينت، والشكل اللي هتشوف بيه هذا السوبر الفيجن مش هختار البيزك اللي هو كان ظاهر من شويه ده، انا هختار مين؟ حاجه اسمها سوبر الفيجن كريتيكال بوينت اللي هو يظهر لك المحطات الاساسيه في تغير مين؟ سوبر الفيجن، ويظهرها لك بشكل معبر شويتين. بعدها اقول له ايه؟ اد، اقول له ماشي ظهر لي الناس دي كلها اوكي، ثم اوكي يا باشمهندس. هتروح كده على الطريق بتاعك هتلاقي ان الراجل بدا يظهر لك المحطات الاساسيه اللي غير عندها مين السوبر الفيجن بتاعك، وتيجي تبص بقى تلاقي الكلام اللي احنا عمالين نقول فيه من الصبح راجل نفذه ازاي؟ قال لك الطريق من بدايته لحد هنا كده اللي هو من الكيرف اللي فات لحد هنا كده اللي هو لحد الكيلو ده اللي هو 8 كيلو 600 وشويه، الطريق مازال مين؟ نورمال كراون اللي هو ستريت نورمال كراون مال بسالب 2 سالب 2. بعدها بدا يقلب يا باشمهندس ويخليه لك مين؟ الحافه اللي بره بالزيرو والحافه اللي جوه بكام؟ سالب 2. بعدها بدا يقلب، خلي بالك دي نقطه بدايه المنحنى هي صح؟ بدا يقلب ويوصل لحد كام؟ سالب 6% ثم سالب 6%، وبدا يكمل يمشي بسالب 6 لحد النقطه دي. بعدها يبدا يعمل ايه؟ يرجع تاني. ماشي يا ريس؟ في مشكله في الكلام ده؟ اذا الراجل بالفعل عرف السوبر وعرفه ولا لا؟ تمام. عرفه. طيب الحاجه بقى اللي تهمني دلوقتي ان انا لازم ابقى فاهم شويه حاجات في الشكل اللي قدامي ده. ايه هو؟ اولا واول حاجه لازم تبقى عارفها هو فين ال ار وفين ال تي. تمام. فين ال ار وال تي على الرسمه اللي قدامك دي؟ صغرها اهو. ال ار ال تي المدخل، معلش ال تي واخده 80% وال منين لفين؟ انا عايز منين لفين مبدئيا؟ مش انا من هنا لغايه هنا مثلا ده 80% ومن هنا قلنا ال ار هو عباره عن الطول من الفلات نورمال كراون لحد الفول سوبر الفيجن. تمام. حفظناها؟ تمام ماشي. يبقى من الفلات اللي هو من الصفر مع كيو لحد الفول سوبر الفيجن ده ال ار بتاعي. طب بكام يا عم الطول ده؟ هو الراجل كان كاتبه لي بكام جوه لو انت فاكر؟ كان ال ار كان ب 85 صح؟ 80 فيها. تمام تمام. بص كان كاتبه لي ب 85 متر لو انت فاكر، ال ال ار بتاعنا الراجل كان كاتبه لنا هنا كده في التيبل اللي كان ظاهره لنا من شويه، قال لي ان ال ال ار بتاع المنحنى الثاني، انا شغال على المنحنى الثاني دلوقتي وهم كان كلهم واحد، قال لك ان الران اوف بتاع المنحنى كام؟ 85 متر. هل فعلا رسموه لي 85 متر ولا لا؟ اه كتبوا لي 85 متر. ادي الطول بتاعك من الصفر مع كيو لحد الفول سوبر الفيشن واخده بكام؟ بال 85 متر. طب ال ال تي بتاعك بكام يا عم؟ ال ال تي هو عباره عن الطول من الكيو كيو لحد الصفر مع مين؟ اللي هو الطول من النقطه دي للنقطه دي، لو قسته برضه هتلاقيه كام يا باشمهندس؟ هو نفس الطول اللي الراجل قاله لك. يبقى دي اول حاجه لازم تبقى حضرتك مالها مالك فاهمها بنسبه 100%. الطول ده كام يا عمي؟ 28. اه 28. امال ايه ال 176؟ اه ده الزاويه. اه ده معلش نمسح لان حاجات داخله فيها 28.33. لو رحت على التيبل بتاع السوبر الفيشن ايضا هتلاقيها يا باشمهندس ظهرها لك بكام؟ او كان قايل لك انا واخد انا واخد ال ال تي بتاعك بكام؟ ب 28.33. يبقى دي اول حاجه لازم ابقى عارفها، ان الطول من هنا اللي هو من صفر مع كيو لحد فول كيو ده ال ال ار وده ال ال تي والراجل حاسبهم مظبوط. الحمد لله. الحمد لله. طيب الحاجه الثانيه الحته اللي انت كنت بتتكلم فيها ايه هي؟ هو ال ال تي اللي هو ال 84 متر دول خدهم بالنسبه للبوينت اوف كيرف كام وكام؟ 80 20. يعني ال 85 متر دول خد 80% منهم على الخط المستقيم اللي هو الخط الازرق اللي انت شايفه ده، و20% منهم على مين؟ على الكيرف. ولو رحت قست هتلاقي الراجل مطبق زي ما انت قلت له بالظبط. لو قست المسافه من هنا لحد هنا يا باشمهندس هتلاقيها كام يا عمي؟ هتلاقيها ال 68 متر، وال 68 متر دول هتلاقيهم ايه علاقتهم بال 85؟ 80% بالله ما فيهاش فصال صح؟ يعني لو حتى جيت تحسبها كده مبدئيا هتلاقيها وليكن احنا قلنا كام؟ 85 متر في بوينت 8 هتلاقيها لكام؟ 68 متر. في مشاكل؟ اذا الراجل بالفعل طبق بالملي في اللي انت قلته له ولا لا؟ طبق ولا لا؟ هيتبقى لي سؤال واحد بس، ايه هو؟ هو جايب ال 85 متر دي منين؟ الراجل لما طلعها انا ما قلتلوش 85 متر، انا قلت له الطريق بتاعي سرعته كام؟ 120. 120
والرادياس بتاعه كام؟ الرادياس بتاع المنحنى ده كام؟ ده كان الرادياس بتاع المنحنى ده انا رسمه له برادياس 800. خلي بالك انا ما قلتلوش ده انا اوريدي رسمه برادياس كام؟ 800. هو بقى دخل وطبعا قلت له النمبر في لينز بتاعت الطريق كام؟ قلت له خش لي الجداول بتاعت الفور لين. هو دخل ودور وطلع لي مين؟ ال تي ب 5 او ال ار سوري ب 85 متر. طيب الراجل ده دخل فين؟ جابها ازاي؟ موضوع طويل شويه. جابها ازاي بقى لو انا عايز افهم؟ لو انت عايز تعرف الارقام دي الراجل جايبها منين؟ هخش من الاينمنت على ديزاين كاركتري اديتور. ومن الديزاين كاركتري اديتور يا باشمهندس هخش على مين؟ ومن الالاينمنت هل تخش بقى على المينيمم ريدس ولا تخش على السوبر اليفيجن؟ السوبر اليفيجن تولز. السوبر اليفيجن برضه هيسالك على الجدول اللي انت مصمم عليه. احنا مصممين على كام؟ على 6%. اقول له خش لي يا عم على 6%. بعدها افتح التيبل بتاع السوبر اليفيجن. هتلاقي الراجل بيسالك على حاجتين، انت عايز الترانزيشن لينس اللي هو ال ار يعني، ولا عايز تديني الديزاين سبيد؟ خلي بالك هنا انا محتاج الاثنين. اللي هي مين؟ اولا انا هقول له الديزاين سبيد بتاعتي ب 120. وبناء على ال 120 ده هتلاقي الراجل بيديلك بيسالك على الراديوس وبيديلك الايل مقابله ليه. ده معنى ايه؟ هو الراجل هنا كده لما حط لي قيمه السوبر اليفيشن يا باشمهندس على الرسم حطها بكام؟ حطها بكام؟ 6% بالفعل. جابها منين؟ جابها من الجدول ده. الله، ما انا من البدايه قال له صمم لي على 6%. لا يا باشمهندس، الموضوع هيختلف باختلاف مين؟ الموضوع هيختلف باختلاف الريدس اللي انت هتشتغل عليه طبقا لمعادله البالانس. بص كده معايا، الاي اللي هو شغال عليها السوبر انفيشن اللي هو شغال عليه كام؟ 6%. جابه منين الراجل ده؟ جابه من الطريقه الجدول اللي احنا قلنا عليه اللي هو من ديزاين كاركتري اديتور، بتخش على الالاينمنت، من الالاينمنت بتخش على السوبر اليفيشن تيبلز، بعدها بتخش عند ال 6%، ثم تخش على مين؟ على قيمه ال 6% بتاعتك، بعدها بالسرعه. تخلي بالك انه ديبند على الراديوس الراجل هيغير مين؟ قيمه السوبر اليفيشن بتاعتك. ليه؟ لانه يا باشمهندس الراجل بيعوض في معادله البالانس. ومعادلة البالانس دي عبارة عن علاقة ما بين مين ومين؟ السرعة السرعة والسوبر اليفيجن ريت والراديوس، صح؟ وبناء على لو انت ثبتت السرعة، لو انت ثبتت السرعة يعني لو رحنا على الكود كده معلش برضو لو رحنا على الكود علشان بس نوضح النقطة دي لأن النقطة دي مهمة جدا. لو رحنا على الكود بارت 3 على المعادله بتاعه البالانس اللي هي تقريبا صفحه 78 امازون، اللي هي المعادله اللي عندك دي. الراجل شغال طبقا للمعادله بتاعه البالانس دي، صح؟ بناء على الاي انا كنت بديله الاي وكنت بديله الفي كان بيجيب لي مين؟ راديوس. دلوقتي السرعه بتاعتي ثابته، صح؟ تمام. الراديوس اللي انت جبته ده يعني لو دخلت بهنا بالاي ب 6% والفي ب 120 طلعنا الراديوس المينيمم بكام يا عم فاكر؟ 755. هو انت خدت الراديوس 755 ولا زودته شويه؟ زودناه شويه. كنا خدناه 800، صح؟ الراجل بيجي عاملها لك بالراجع. يدخل بالار الجديد اللي انت دخلتها له وبناء على الفي اللي انت مديها له 120 يبدا يجيب لك الاي ادجاست. الاي اللي هيبدا يطبع عليها المناسبه للراديوس ده. فالراجل بناء على قيمه الراديوس اللي انت بتعادله بيجيب اي جديده، والاي الجديده دي هي الايه؟ هو اللي بيعوض فيها. الراجل بيجيب الاي الجديده دي منين؟ من الجدول ده اهو. تمام. من الجدول ده. معايا هندسه؟ الراجل بيعمل ايه بقى؟ بيبدا يخش المعادله بتاعتك بالراجع ويطلع لك مين؟ تمام. ويطلع لك جديد. الاي جديد. الاي جديد. يعني لو انا دلوقتي قلت له الريدس بتاعي 755 هتبقى الاي بكام؟ زي ما في الجدول بالظبط. طب انا دلوقتي قايل له الاي بتاعتي بكام؟ 800. على طول هيشتغل على اي بكام برضه؟ ب 6%، عشان كده ظهرت معايا 6%. طب لو انا رحت مكبر واخد الاي بتاعتي بكام؟ الريدس بتاعي بكام؟ 900. هتلاقي اشتغل على ايه؟ 5.8، يعني جيب لك ايه جديد. طب لو اشتغلت على الريدس بتاعي ب 1000 يبقى بكام؟ تمام. هياخدها ب 5.6. ومن هنا نقدر نقول ان الاي الاي لو الريدس بتاعي ب 1000 هتبقى الاي بكام يا هندسه؟ عشان هنطبق عليها دي هيبقى ب 5.6. في مشاكل في هذا الكلام؟ طب جميل جدا. طيب اذا الراجل بالفعل يا باشمهندس بناء على الجدول ده قال ان الاي اللي هيشتغل عليها كام؟ 600. جابها منين تاني؟ بالجداول اللي جابها بناء على ديزاين سبيد بتاعه السرعه 120. تمام. بناء على الراديوس الفعلي اللي انت اديته له كام؟ 800. لان الاي اللي هيشتغل عليها كام؟ 6%. بناء على الاي 6% دي يا باشمهندس الراجل هيكمل على الترانزيشن لينز، جداول الترانزيشن لينز عشان يطلع مين ال ار. هيكمل على جداول الترانزيشن لينز. ومن جداول الترانزيشن لينز دي يا ترى يخش جداول التو لين ولا الفور لين؟ لا الفور لين زي ما انا قايل له، انا قايل له خش الفور لين بالظبط. من جداول الفور لين دي
ايضا يا باشمهندس هتفتحها هتلاقي راجل يقول لك ايه بقى، طب هي الديزاين سبيد بتاعت حضرتك بكام؟ تمام 120. السو الراديوس اللي انت هتشتغل عليه بكام يا باشمهندس جديد؟ الراديوس الفعلي اللي انت هتشتغل عليه هو كان 755، احنا خدناه 800. يقول لك ال L ترانزيشن او ال R بتاعت كام يا باشمهندس؟ 85. اذا ال 85 الراجل رسمها لي دي جابها منين؟ بناء على مين؟ بناء على السرعه التصميميه وبناء على الراديوس الفعلي اللي انت شغال عليه يبدا يخش ويجيب لك 185%. طب ال 85% دي الراجل اخترعها ولا جابها من الاشتو؟ لا من الاشتو. لو رجعت للجداول التيبلز بتاعه الاشتو هتلاقي يا باشمهندس هو نفس الرقم تقريبا بالظبط، مع اختلاف ان ده 2011، ده اشتو 2011 واللي هناك اشتو كام؟ 2001. يعني ممكن يبقى في اختلاف طفيف جدا في الارقام. طب لو جينا ناكد عليها، احنا دلوقتي اشتغلنا على سرعه كام يا هندسه؟ 120. مش نخش بس على جداول المتريك، انا اشتغلت على سرعه 120 صح؟ ماشي. واربع لين؟ على اربع لين اللي هي تولين تولين روتيتد. طب السوبر الافيشن بتاع حضرتك كان بكام؟ احنا كنا جايبينه 6%. الله ينور عليك. يبقى انا هنا بخش عند الاي الفعل اللي اشتغل عليه اللي هو 6%. تمام. بص كده عند ال 6% بتاعتك اللي انت جايبها، خلي بالك دي مش الاي اللي انا داخل بقى معاها، دي الاي فعليه اللي هي بناء على الريدس اللي انا جبتها. الاي هتلاقي عند ال 120 وتو اللي فيها كام هندسه ال ار بتاعك؟ 85%. اذا الراجل بالفعل شغال تبقى للقشط ولا لا؟ تمام شغال تبقى للقشط اللي هو حط الجدار بتاعته بدا يشتغل عليها ايه؟ مباشره. اذا دلوقتي يا باشمهندس هل عندك ادنى مشكله انك تفهم السوبر الفيجن ده؟ لا. يبقى الراجل بالفعل جاب الاطوال وجاب الاطوال من التيبلز بتاعته اللي هي ريليتد ريليتد لمين؟ لمين؟ للأشتو. طبعا نفس الكلام عند مين؟ عند الكيرف ده، بس انا هنا عايز اغير شويه، انا عايز بقى احس بالارقام. احنا هنا واخدين الراديوس كام؟ مش لازم. اذا دلوقتي يا باشمهندس انا فهمت السوبر اليفيشن صح؟ ده الكيرف الثالث، في الكيرف الثالث الراديوس بتاعه كام برضه؟ 800. فهتلاقي قيمه السوبر اليفيشن نفسها نفس اللي هناك ونفس الاطوال صح؟ طب لو انا عايز اغير يعني ايه؟ يعني عايز الراديوس ده بدل 800 اخليه 1000 واشوف هل فعلا هيغير في السوبر اليفيشن ولا لا؟ اكيد. طب اعدلها ازاي؟ ولا لو انا عايز اعدل الراديوس اعدله ازاي؟ تمام من الله ينور عليك من جيومتري من الفيو تيبل بعدها اروح للراديوس الاخير ده اخليه كام؟ وليكن 1000. طب انا غيرته 1000 فعلا غير 1000 الراجل غيره 1000 يا باشمهندس وهتلاقي الراديوس بتاعك طبعا انا كنت كاتبه بالاوتوكاد فهتلاقي يا باشمهندس ده ايه؟ اشيل بس الريدس اللي انا كنت كاتبه ده هتلاقي الريدس الفعلي دلوقتي اللي هو كاتبه لي من السيفل بقى 1000. تمام. طب هل غير سوبر الفيجن؟ المفروض اكيد. بس غيره ولا ما غيروش؟ شوف غيره ولا ما غيروش؟ الراجل بس بيحمل، اشيل بس الراجل الزعلان ده. بص كده الريدس بتاعك اصبح كام؟ 1000. ولو رحت قيسته هتلاقي يا باشمهندس ايه؟ 1000. هتلاقي الريدس بتاعي اصبح 1000. طب هل غير في سوبر الفيجن؟ لا ما غيرش، ما زال 6% و6% و85. ماشي اديله امر بقى. ليه يا عم ما غيرش؟ بص كده حتى انت لو جيت تبص هتلاقي راح عامل لك علامه استفهام على الكيرف. لو قربت خلي بالك علامه الاستفهام ده معناه بيعمل لك ميوتيشن عند النقطه دي، ركز النقطه دي في حاجه مش مظبوطه. تمام. لو انت قربت لو انت عايز تعرف ايه المشكله قرب. قرب من مين؟ تمام. بقف بس بالماوس بتاع على علامه الاستفهام دي. تمام. هتلاقي يا باشمهندس بيقول لك ايه المشكله في المنحنى ده بالظبط. بص كده هيقول لك ايه؟ ان السوبر الفيجن اوت اوف ديت. يعني ايه اوت اوف ديت؟ برضه. يعني سيادتك كنت معرف السوبر الفيشن ده على حاجه قديمه اللي هو الريدس القديم كان كام؟ كان 800 والريدس اتغير 1000 وما عملتش ابديت لمين؟ للاي للسوبر الفيشن كالكوليشن. للسوبر الفيشن كالكوليشن. طيب علشان كده يا باشمهندس لازم بعد التعديله دي فقط اقول له ايه؟ تمام اعمل لي يا عم اعاده حسابات جديده للسوبر الفيشن. بعملها له ازاي؟ بختار الراجل المحترم ادخل على السوبر الفيشن بدخل على السوبر الفيشن بدخل على السوبر الفيشن كالكوليشن بعدها بقول له ايه معلش بس ان انا اقول له يا باشمهندس ريكالكوليت يعني ايه ريكالكوليت حل لي يا عمي مره ثانيه بعدها اقفل الاقي اللي حصل يا باشمهندس اولا هتلاقي علامه استفهام الله يسهلها راحت خلاص لان انت عملت اللي هو كان بيقول لك عليه بص السوبر اللي فيشن اصبح بكام ب 5.6% ايه 6 ايه بس 5.6 5.6 جابها منين دي الايه الجديده عشان الريدس الجديد الله ينور عليك دخل التيبل بناء على الريدس ال1000 انا كنت كاتبها لك بناء على الريدس 1000 جابها بكام 5.6 والاطوال دي هتلاقيها اتغيرت ولا ما اتغيرتش طبعا اتغيرت طب هتبقى كام يا باشمهندس يا اما تقيسها يا اما تخش من الفيو تيبل وتشوفها هتبص كده المنحنى الثالث هتلاقي ان الران اوف بتاعه اصبح بكام 80 كان 85 طب ال 80 ابن اللذينه ده جابها منين من الجداول برضه بناء على قيمه مين؟ على الار الجديد الراديوس الجديد والسرعه الجديده طب وهي برضه ريليتد للاشتو خلي بالك الجدول او السوبر الفيشن الفعلي بقى اللي انت داخل بيه دلوقتي كام؟ 5.6
اه 5 و6 لو دخلت عند 5 و6 فين ال 5 و6 انا بنزل بس لحد ما اقف عليها ايه 5 و6 انا واقف دلوقتي على 5 و6 صح و120 و 120 و2 لين هتلاقيها كام 80 متر اهي يبقى الراجل بالفعل واخدها ايه 80 متر مظبوطه يا باشمهندس اذا الراجل بدا يحس بالسوبر انفيشن وغيره ولا لا تخلي بالك كل اللعب اللي احنا بنلعبه ده لكام حاره لحارتين تو وان لين روتيتد او تو لين روتيتد يعني للطرق الكام حاره الطرق اقصى حاجه الحارتين او اقصى حاجه 4 طب لو انا عندي الطريق هيبقى 6 حارات هل ينفع اصلا اقول له اعمل كالكوليت من البرنامج امال اعمل ايه بقى احل المشكله دي ازاي ساعتها لازم احسبها يده ومن قانون مين ال ار وابدا انا اخش اديله الاطوال دي ازاي بخليه اعرف على اي حاجه يعني بخليه اعرف زي ما احنا عرفنا كده على اي حاجه صح لما اعرف الباشمهندس على اي حاجه اللي هو عليكم على التولين طلع لي الاطوال بتاعتي ولا لا وطلع لي حساباته ولا لا بس هل الاطوال مظبوطه ولا مش مظبوطه مش مظبوطه صح اللي هو ال ار وال تي مش مظبوطين مش كده بخش القانون احسبهم بايدي وبعد ما بخش القانون احسبهم بايدي بفتح التيبل وابدا انا ادخلهم لمين تمام ابدا ادخلهم لمين للبرنامج يعني وليكم بالنسبه للمنحنى ده في التولين هو حاسبه في التولين اللي هو المنحنى رقم 3 في التولين هو حاسبه كام 80 متر طب لو عندي السريلين هيبقى وليكم 100 متر انا بخش بايدي هنا بقى يا باشمهندس يعني بخليه يعمل لي بس الحسابات بتاعتي الاول مبدئيا بشكل مبدئي واخش انا بايدي اديله مين بقى يعني هو يحسب الاطوال بتاعتي الله ينور عليك وانت تبدا تديله الاطوال بتاعت التلاته هتبقى انت عملت سوبر انفيشن وعدلته على اطوال الايه النهايه بتاعته اذا البرنامج فيه مشكله في السوبر انفيشن ولا ما فيهوش لا في مشكله في السوبر انفيشن بتحسب على الاثنين لو ثلاثه انا بحسب 3 او 4 او ما الى ذلك انا بحسب ال ار وال ال تي وبخش انا يا باشمهندس اعمل ايه تمام اكتبهم لي بايده بدي له ال ار وادي له ال ال تي لكل مين لكل المنحنيات اللي عندي طبعا دي اكيد مشاكل قيم تقريبيه يعني قيم تقريبيه يعني مثلا لو سرعه 20 وانا شغال بتحسبها ب 6% بتحسبها من القانون القانون اهو اللي هو القانون اللي احنا كنا معاه دلوقتي قانون ال ار اهو يا باشمهندس تقدر تخش بناء على ال ان ب 3 تعمل الحرام 3 تخش تحسب مين تمام ال ار ومنه احسب ال تي وابدا ايه ادخلهم ليه البرنامج طيب جميل جدا اذا دلوقتي يا باشمهندس سيادتك تقدر تعرف السوبر الفيشن بتاعك ولا لا وعرفت ازاي ايه هي المعاول اللي بتاثر فيه وازاي انا اتعامل معاه في البرنامج مفيش مشكله اخر حاجه عندي بقى في السوبر الفيشن لو انا عايز اظهر البروفايل بتاع السوبر الفيشن البروفايل بتاع السوبر انفيشن اللي هي الرسمه اللي كانت معانا دي اللي هي رسمه الايجز بتاعه الطريق هل ممكن اخلي برنامج سيف 3 دي يظهر لي طبعا ازاي بتروح يا باشمهندس تختار الالاينمنت الجميل بتاعك بعدها تخش على السوبر انفيشن وتقول له بقى اخر حاجه عندي اللي هي مين فيو كرييت السوبر انفيشن فيو وريني بقى البروفايل بتاع السوبر انفيشن بتاعي يا عم طبعا في الكرييت فيو هتلاقي الراجل ما عندوش الا شكل واحد بيظهر بيه اللي هو البيزك ما اختلفناش هنا كده هيسالك على الايجز اللي انت عايز تشوفها انت عايز تشوف انه اركان او انه حافه من حافه الطرق هقول له ماشي يا عم ظهر لي الليفت والايه الليفت انسايد والليفت اوتسايد دي الطريق يعني ظهر الحافه اليمين والحافه الايه الشمال وهقول له اوكي يعني ايه اوكي خلي بالك برده بيسالك انت عايز تشوف جزء من الطريق ولا الطريق كله هو دلوقتي هيظهر مين من 0 لحد 21 كيلو شويه هو الطريق كله طب لو انا عايز بس اشوف جزئيه من الطريق احدد واحدد بدايه الجزء اللي انا عايزه ونهايه الجزء اللي انا عايزه انا هقول له دلوقتي ظهر لي مين كامل الطريق بتاع عام بعد اوكي ليفت كله انا عايز اظهر لي كله ليفت وسايد وكله كله اوكي بعدها يا باشمهندس هقف اي حته كده بره واقول له حط لي يا عم الشكل بتاعي هنا هتلاقي الراجل راح رايح وراح مطلع لك مين بص كده دي رسمه مين يا باشمهندس رسمه سوبر الفيش خلينا نروح للمنحنى الثاني عشان نحس بيه ونرجع للمنحنى ده شايف الرسمه اللي قدامك دي هي نفس الرسمه بتاعت السوبر الفيجن بتاعت الراجل بالظبط لو جيت تبص يا باشمهندس هتلاقي ده مين ادي ده السنتر لاين اللي انت مثبته ده مين ده الفلات النورمال كراون ده النورمال كراون اللي هو ايه الانر والاوتر منطبقين وتحت السنتر لاين بعدها بدايه من النقطه دي الراجل بدا يعمل ايه تمام. بدا يحول الاوتر ايج رفعت لحد ما وصلت للاي بتاعتك بكام 6% على المنحنى الثاني بعدها يا باشمهندس الطول بتاعك او الحافه الداخليه بتاعتك مشيت ثابته شويتين بعدها الحافه راحت فين فتحت الاطوال بتاعتك يا باشمهندس هي مين الران اوف والران اوت خلي بالك الران اوف منين لفين من نقطه الصفر مع كيو اللي هو الفلات لحد الفول سوبر اليفيشن والران اوت بتاعك بكام من الكيو كيو لحد الصفر مع كيو الطول ده لو حسبته هتلاقي هو نفس الطول الايه اللي جابه من هناك طب هنا كده كانت الاي بتاعتي بكام 6% هل عند المنحنى الثالث ب 6% برضه ولا اتغيرت اتغير مش احنا زودنا الريدس ل 1000
فاصبحت كام؟ 5.6 وبرده الاطوال بتاعتك باشمهندس ايه موجوده بالمنظر الجميل اللي عندك. اذا دي رسمه مين؟ تمام سوبر الفيجن. رسمه البروفايل بتاع السوبر الفيجن بتاعك يا باشمهندس، والراجل رسمه لك على كام قطاع الطريق. طب ايه رايك لو انا عايز اجيب بدل ما مطلع لي طول الطريق كله انا عايز بس الجزء بتاعت مين؟ الجزئيه بتاعت الكيرف ده اعمل ايه؟ وانا بطلع اقول له لا يا عم ما تظهرليش من بدايه الطريق لنهايته، ولكن اقول له ظهر لي من عند الاستيشن دي اللي هي 16500 لحد الاستيشن دي ولكن اللي هي كام؟ 17 فيبدا يظهر لي بس الجزئيه دي اللي هي من بينها السوبر ريفيجن بتاع مين؟ بتاع الطريق بتاع الهندسه. تمام الكلام ده؟ تخلي بالك انت ممكن من هنا كمان تعدل، يعني ممكن اعدل، يعني لو الران اوف ده مش عاجبني وعايز ازوده شويه هل ممكن؟ ممكن لو بتعلم على الراجل ده اللي هو على السوبر الفيشن بيبدا يدي لك نقط، وتخلي بالك النقط دي بيظهرها بشكل معين كده. المعين ده يا اما السهم بتاعه راسي يا اما السهم بتاعه ايه افقي. افقي ده معناه ان انا من خلاله ممكن اتحرك يمين او ايه شمال. يعني لو رحت واخد النقطه دي كده يا باشمهندس ورحت فاتحها ولاكن لحد هنا كده، هل الراجل هيقول لي لا؟ لا. وكذا سيادتك زودت مين؟ زودت طول الران اوف بتاعي. اذا لو انا عايز اعدل هنا اقدر برضو ايه اعدل. خلي بالك المسافه الافقيه بتعدل في الاطوال الافقيه اللي هي ال ار وال ال تي، والنقطه دي من خلالها تقدر بص كده لو رحت جاي عند النقطه دي قلت له لا يا عم انا مش عايز النقطه دي هنا انا عايز النقطه دي ولكن انزلها شويه. خلي بالك لو انت مسكت من النص ونزلت معناه انك بتنزل مين؟ خلي بالك احنا الراجل قفل النقطه اللي تحت بس الاسناب ده عشان اخد النقطه دي هنا كده. بص كده اللي حصل، خدت السوبر ريفيجن من فوق نزلت تحت يقول لي السوبر ريفيجن هنا كام؟ 455 ويبدا يعيد الكالكوليشنز بتاعته على 455. اذا من هنا برضو اقدر اعدل ولا لا؟ اقدر اعدل، بس دايما احنا بنحب لما نعدل ما نعدلش منين؟ من الشكل، اعدل من التيبل. يعني الافضل للتعديل لو انت عايز تعدل سواء في قيم الاي او في الاطوال تروح منين؟ من السوبر الفيجن تيبل وتبدا تديله طول ال ار والال تي، ولو انت عايز تغير في قيم السوبر الفيجن برضو اللي هي الميول تغيرها منين؟ تغيرها من هنا بالظبط. المشكله في الكلام ده؟ اذا دلوقتي اقدر اتعامل مع السوبر الفيجن في برنامج السيف 3 دي ولا لا؟ اقدر اتعامل. خلي بالك من اهم ما يكون داخل البرنامج ومن المشاكل اللي بيقع فيها كتير جدا من مين؟ من الناس. صعب الكلام ده ولا سهل؟ استاذنك نشوف كده بسرعه.